ثلاث وفيات وسبعة جرحى هي حصيلة حادث المرور الذي وقع صباحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدا وعنابة وبالضبط ببلدية عين شرشار. الحادث يتمثل في اصطدام سيارتين نوعيتين. هذا الحادث خلف خسائر مادية وبشرية معتبرة. فيما يخص الخسائر البشرية كان هناك 10 ضحايا، أما فيما يخص الخسائر المادية تحطم شبه كلي للسيارتين. الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى الاستعجالات الجراحية الطبية محمد دندان بعزابة، فيما تم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة. أنا هولي كنت مصاب، كنت ماشي كطريق بالعقل، هربت الجهادي من هذا الطريق، رحت بيا طوموبيل كي هربت وما قصش الفران، يتقدم قعدت بالعقل سجلنا 3 وفيات من عائله واحده وسبعه جرحى، تم نقل 5 في حاله خطيره الى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابه، وبقاو 2 تحت الرقابه الصحيه. فضروره توخي الحيطه والحذر لان السياق مسؤوليه الجميع.